يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أنا أقوم بتسمين مجموعة من العجول لا يزيد العدد عن 7 تقريبا، وبعد عدة أشهر وقبل أن تكمل العام أقوم ببيعها وأشتري بدلا منها وهكذا، فهل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فكيف تحسب؟ الزكاة في قيمتها، إذا توفر عندك نقود وحال عليها الحول من قيمتها إنك تزكي هذه النقود، وإذا كان عندك عجول وتم الحول على رأس المال الذي تشتريها به، تم الحول على رأس المال الذي اشتريتها به، فإنك تثمن العجول بما تساوي وتخرج زكاتها ربع العشر. الحاصل أنه إذا كان عندك دراهم من هذه العجول حال عليها الحول تزكيها، إذا كان عندك عجول حال عليها الحول تريد بيعها فإنك حال عليها الحول وأنت تريد بيعها، يعني حال الحول على قيمتها وحال الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تثمنها بما تساوي وتزكيها. نعم.